مطبات وتكسرات تنتشر في معظم شوارع بغداد، وأصبحت تطرز التقاطعات والأزقة، ما تسبب في زحامات وحوادث مرورية مستمرة، تذمر منها عدد غير قليل من أصحاب المركبات الذين طالبوا بأعمال البلدية أن تكون بعد الدوام الرسمي وفي أيام العطل. لا عطل رسمي ولا أي شيء، حفر ونقر، وهذا النوب الوباء، يعني فد وضعية تعبانة والله. تقريبا صار فوق تقريبا صار سنة وستة شهر هيك، سنة ونص تقريبا، يعني هاي حفرة، وحفرة كانت هناك كلش أذتني. ذاك يوم حادث أبو تكتك وسيارة سايبة خطية، خطية أبو السايبة لزم بريك، بس أبو تكتك خطية طبرة بعد، أذت الحجية، ونقلنا على المستشفى وقتها، نقلتها بالليل في الساعة الواحدة بالليل. أنا أعد محل يومي حادث يصير، يومي حادث، ذاك يوم طفلة خطية انضربت بسبب القرايب، وجي خفيف جوارها سيارة صار حادث، وما يعني قد يعني ملينا من الحج ما يفيد. هذه المعاناة سجلت في جانب الرصافة، وتحدث عنها مواطنون، وكانت الشغلة الشاغل لعدم الاهتمام بها من قبل أقسام البلدية. حاليا نتحمل كدوائر بلدية أعباء ثقيلة جدا نتيجة عدم توفر التخصيصات المالية بسبب عدم إقرار الموازنة، وكذلك عدم توفر السيولة النقدية. نتأمل أنه تنحصر جائحة كورونا ويصدر قرار آخر بأنه نباشر عمليات الجباية، بعد ذلك إن شاء الله راح نكون ترجع للسابق عهدها وتتحسن إن شاء الله. أمانة بغداد عزت هذه التخسفات والتكسرات نتيجة الأحمال الزائدة، وأكدت أن مشاريع ترقيع الطرق باتت قليلة، وذلك لقلة التخصيصات المالية. تعثر كبير لسير المركبات والمارة، وأحيانا في هذه الشوارع نتيجة المطبات تكثر الزحامات المرورية والحوادث. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.